الأعزاء نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع هذه الانطلاقات التي تأتي، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا السابع خصص للحول المحليات الأصايل، مسافتنا 8 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. كما نذكركم بانطلاقة الفطرة المسائية التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ، سوف تكون بمشية الرحمن في تمام الساعة 2 من ظهر هذا اليوم. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، نذهب إلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة ومن تأتي مع البداية هلولة ومع مقدمة هذا الشوط. في المركز الأول السايحة بخيد بيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري، من يقدم لنا السايحة بيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري. ثاني المراكز الدوحة لحمد بن طالب بن عقيل البرنس، من يقدم لنا الدوحة وقدم لنا دوحة الرموز قبل هذا الشوط. يقدم لنا الدوحة بالفعل لا تقل أهمية لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس، من يتابع هذا الانطلاق ويتابع انطلاق الدوحة. المركز الثالث تأتي الشاهينية لسعيد بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، من يقدم لنا الشاهينية العمصيحة يتابع هذا الانطلاق والمسار. أتقدم مع المركز الرابع، من تقدمت في مسارها بشاير راشد بن خميس بن كراز السبوسي مع المركز الرابع. خامس المراكز البيان لمبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، من يقدم لنا بيان مع المركز الخامس. انتقل مباشرة الى هملولة وهي محتلة مع المركز السادس لسعيد بن ناصر بن محمد الف زيره المري، من يقدم لنا مشاهدين الكرام هملولة. سابع المراكز وصول من الشرود عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، من يقدم لنا الشرود مع المركز السابع. انتخر ونشوف اللي في المركز الثامن، من تصل مشاهدينا الكرام وتاتي بهذا المسار هو الانطلاق. ارى اللي هنا ضبية تعود الملكيه لمحمد بن مسلم بن سالم بن نهيه العاملي، من يقدم لنا ضبية. ويا مرحبا بضبية وبن نهيه، من يتابع هذا الانطلاق محمد بن مسلم بن سالم بن نهيه العامري يقدم لنا ضبية مع المركز الثامن. تاسع المراكز صوغة سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي، يقدم لنا صوغة مع المركز التاسع. عاشر المراكز سبا لسعادة حميد بن سعيد النيادي، من يتابع انطلاق سبا. هكذا مشاهدينا الكرام نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى السايحة هي من تحتل الصدارة وعلى المقدمة الأولى. أبيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري، من يعلن حضوره هنا مشاهدينا الكرام أبو حمد مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. تليها مباشرة الدوحة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس، من يتابع الانطلاق للدوحة ويقدم لنا الدوحة وهي محتلة مع المركز الثاني. ثالث المراكز تصل مشاهدينا الكرام الشاهينية تعود الملكية لسعيد بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، محتلة مع المركز الثالث. رابع المراكز بشاير راشد بن خميس بن كراز السبوسي مع بشاير مع المركز الرابع، من تاتي مشاهدينا الكرام. خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات وتقدمت بهذا المسار، تغير مشاهدينا الكرام الى المركز الرابع في هذا المسار هو الانطلاق. يا سلام، من تاتي مشاهدينا الكرام هملولة سعيد بن ناصر بن محمد الف زيره المري. المركز السابع وصول وقدوم من البيان لمبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، من يتابع هذا الانطلاق مشاهدينا الكرام مع المركز السادس في هذه اللحظات. وسابع المراكز، ثامن المراكز مشاهدين الكرام الوصول والقدوم في هذه اللحظات. هنا من تتقدم بهذا المسار الشروط عمر بن راشد بن محمد بن سب الخيلي، من يتابع
الانطلاق وصول من صوغه سالم بن ضعيب بن غدير اللي تبي من يتابع انطلاق صوغه انتقل مباشره الى المركز الثامن وارى سبا سعاده حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا هذا الاسم الوصول الجديد مشاهدينا الكرام من ضبي محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري من يقدم ضبي وصلت شواهين محمد بن علي بن وديمه العامري واول اذاعه لشواهين تنضم مع المركز العاشر هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام نعود حيث البدايه نعود الى مقدمه الشهور هل هناك حدث تغيير ام لا ولكن البدايه هلولة والمقدمه والصداره مقدمه هذا الشوط ما زالت المسيطره بهذا المسار السايحه مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول لبيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري من يتابع هنا انطلاق السايحه مع المركز الاول ومع الصداره المركز الثاني شاهينيه سعيده بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري يتابع هذا الانطلاق مشاهدينا الكرام المركز الثاني هنا الدوحة مع المركز الثاني لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل يا سلام مع المركز الثاني وصلنا إلى جسر العبور لافتة 3 كيلو متر ونصف الكيلو مشاهدينا الكرام الثنتين انفصلا عن بقية المراكز نشوف اللي في المركز الثالث انتخر ونشوف المركز الثالث من اللي واصل من اللي متقدم مشاهدين الكرام يا سلام وصول وتقدم ممتاز هنا في هذا المسار من قبل هملول سعيد بن ناصر بن محمد آل فزيلة المري من يتابع هذا الانطلاق والتقدم من البيان مبارك بن محمد بن مبارك آل خيلي يا سلام وصلت الشاهنية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري ومن الجانب الآخر الشرود عمر بن راشد بن محمد بن سبت آل خيلي وصل بضعيف سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي يقدم صوغة وتأتي مباشرة مع المركز السابع في هذه اللحظات ثامن المراكز مشاهدين الكرام من تأتي بهذا المسار هنا هملولة أحمد بن محمد بعوانة المنصوري أول إذاعة لهملولة من تنضم في هذه اللحظات ومن الجانب الآخر مشاهدين الكرام تتقدم شواهين محمد بن علي بن وديمة العامري غيرت في هذه اللحظات يا سلام الوصول من ضبية محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري القادم أحلى وصلت حشيمة أول إذاعة لحشيمة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري رجل المفاجآت وصل في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الشعار حشيمة القدوم من سبا سعادة حميد بن سعيد النيادي هكذا النتيجة هكذا مسار الشوط نعود حيث البداية هناك المقدمة هناك الصدارة مع السايح يا سلام هي من تتجول على الصدارة منذ الانطلاق مسيطرة بكل قوة وبكل جدارة مع مقدمة الشوط تعود الملكية لبيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري من يسيطر مع مقدمة هذا الشوط المركز الثاني الدوحة الدوحة مع المركز الثاني تعود الملكية لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس من يقدم لنا الدوحة الدوحة والسائح إذن هن من فارقا عن بقية المراكز أعلن هذا الانعزال يا سلام المركز الثالث البيان المبارك بن محمد بن مبارك الخيلي بالعور من يقدم لنا هذا البيان مع المركز الثالث يا سلام المركز الرابع هملول سعيد بن ناصر بن محمد آلف زيره المري هكذا مسار الشوط هكذا انطلاقه مشاهدينا الكرام وصول من صوغه سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي ومن الجانب الاخر شواهين محمد بن علي بن وديمه العامري يا سلام الكل بدا يتقدم الكل بدا ينطلق طموحهم الفوز والناموس طعمه غير يا سلام هنا قادمات الحول المحليات الاصايل في موقع واحد الشروط عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي الشاهنيه سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري وهملول احمد بن محمد بوعوانه المنصوري وايضا الضبي محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري وتتقدم حشيمه سعاده صالح بن محمد بن نصر العامري الذهيبه وصلت الذهيبه وصل بن فطيس خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري اول اذاعه للذهيبه نعود
يعود إلى البداية هناك إلى صدارة المقدمة إلى المركز الأول. من تغير هنا وتعلن الحضور، يا سلام تتلي أثر اختها، ما شاء الله تبارك الله. الدوحة 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 غادرت الدوحة مع المنعطف الأخير ومع الكيلو الأخير. يا سلام يا البرنس، يا سلام يا البرنس، من يتابع انطلاق الدوحة منفرد بالصدارة وبالمركز الأول. يا سلام، هنا قدم لنا الدوحة في شوطنا الماضي وقدم لنا العاصمة، يبحث عن الهاتريك في هذا الصباح البرنس، ما شاء الله تبارك الله. الدوحة 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 يا حمد بن طالب بن عقيل، يا سلام، من يتابع هذا الانطلاق ويرافق هذا الشعار، شعار البرنس النجمة البيضة، شعار النواميس والرموز والسيوف، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لمالك الدوحة، هنا حمد بن طالب بن محمد بن محمد بن طالب بن عقيل، المركز الثاني. من تأتي مشاهدين الكرام وتنطلق للهي البيان، مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي، من يقدم لنا البيان مع المركز الثاني. ولكن الدوحة تغادر بحفظا من الله ورعايته، تتوجه إلى خط النهاية، تتوجه إلى الناموس، تلي إذر اختها من فازت بشوط هنا مشاهدي الكرام السادس، تأتي بهذا المسار هنا في شوطنا السابع للحول المحليات الأصايل والهاتريك مشاهدي الكرام مع البرنس. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك الدوحة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل، من قدم لنا هذا النواميس. سلام لبرنس، سلام، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار لحظة وصول الدوحة إلى خط النهاية بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. تهانينا والناموس لمالك البرنس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل، المركز الثاني البيان مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي، المركز الثالث وصلت مشاهدي الكرام هشيم سعد صالح بن محمد بن نصر العامري، المركز الرابع الشهية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، خامس المراكز الهيبة خلفان بن مغيد بن فطيس المنصوري. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني والإعادة للمخرج العزيز أسامة الهواري ولحظة الإعادة للدوحة قاطعة المسافة في زمن وقدر. مشاهدين الكرام ننتظر التوقيت الزمني مشاهدين الكرام للدوحة 12 دقيقة 51 ثانية مشاهدين الكرام، وفاء وتمام تهانينا والناموس لمالك حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثاني مشاهدين الكرام البيان مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الأخير، قطعت المسافة في زمن قدرة. مشاهدين الكرام التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 5 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك البيان مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي. من حلت ثالثا مشاهدين الكرام حشيمة سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، قطعت المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة مشاهدين الكرام ثانيتين وخمسا من الأجزاء، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الهجنة العربية الأصيلة على انطلاق